ما حكم استخدام الجن لفك السحر؟ ما يجوز استخدام الجن في هذه الأمور، ما يجوز. السحر يفك بالطريقة الشرعية، بالنشرة الشرعية فقط، ينشر عنه بالقرآن، بالسنة، بالأدعية المباحة، بالأدعية المشروعة أو الأدعية المباحة أو الوسائل المباحة النافعة، يعني المجربة النافعة. أما استخدام أو التعلق بأمور غيبية أو استخدام الجن، كل هذا من وسائل الشرك، نسأل الله العافية. حتى الشيخ لو حفظك الله عرض الجن السقان وعرض هذا الإنس عنده سحر وعرض عليه أن يفك السحر، يعني ما سأله الجن اللي عرض حل المسألة حصلت ولا كذا بس؟ لا السؤال ما هو بحاصل، لأنها أصل السحر، أصل السحر يكون بعقد جني، يعني الإنسي يستعين بجني يخدم هذا السحر. ولا مثلا شيء أكل أو يعني سائل أو شيء بيجعل فيها أو ورقة بيسحر من يلمسها، هي في الواقع سبب ما يكون مؤثرا. يعني مثلا هذه الورقة نسأل الله العافية مثلا أنا صار فيها سحر، أنا لمستها خلاص أثرت علي، هل التأثير بسبب الورقة، الورقة نفسها، أم بالجني الذي لابس هذه الورقة، يعني جعل خادما لها الورقة، إذا لمسها فعل به كذا. ولهذا الجن لهم ملوك وشياطين يستخدمهم الإنس، السحرة في سحرة كبار يستخدم ملوك الجن بما يتقرب إليهم ويعبدهم من دون الله ويذبح لهم ويهين الشريعة ويهين القرآن إلى آخره. واضح؟ مسألة كبيرة، هذه مسألة كبيرة. الجن عالم ما نعرفه، نؤمن به ولم نره، نؤمن به ولم نره، لأن الله جل وعلا أخبرنا بذلك، فنؤمن به ونصدق ولو لم نره. حصل حقيقة مثلا أحد الإخوان يقرأ على امرأة وكان لها قال يا ليت لما سمعت القرآن، هي اللي ظهر عليها التعب سنة الأولى هذه المقالة، هذا لها شلل يعني بسبب سحر، فلما حضر الجن على خالة هذه دلهم على مكان في السحر، فذهبوا فعلا المكان وجدوا اللي دلهم عليه فأخرجوه فعادت. يعني هذا مسألة ثانية، هذا ممكن يمكن إذا أخبره، إذا أخبره إخبار وتثبت منه فوجده وانتفع، طيب هذا من باب استخدامهم في الأمور هذا لا بأس به، لكن أنه يعرض عليها أنا بفك السحر كذا، هذا ما يجوز له، لأنه هو سيغويه بأنه يفعل أشياء عشان يفك السحر وبيوقع في شرك وبلاء. لكن يأتي مثلا جني، ولأن الجني يدخل في الإنسي من جنس اعتداء، هو اعتداء من جنس اعتداء الإنسي على الإنسي، يعني يكون مثلا سفيه، مثل مثلا واحد يكون ضعيف يمر بشارع وفيه غلمان، فيه شباب يستخفون يقومون يرجمونه ولا يعتدون له، وانت فيك كذا وانت فيك كذا، يشافوه ضعيف ربما أحيانا دفوه ولا آذوه ولا إلى آخر. كذلك الجن إذا رأت امرأة ضعيفة وحاول يعني رأوها في ضعف فيها خوف وفيها إلى آخره، تسلطوا عليها من باب الاعتداء، وأنهم يضحكون عليها ويستمتعون بها ويلعبون بها وإلى آخره. كذلك في الإنس، يعني هي شبيهة، اعتداءات الجن على الإنس مشبهة في أصلها باعتداءات الإنس على الإنس، يستخفونها، يجي مثلا واحد قوي يشوف واحد ضعيف اعتدى عليه، أو جاء مكان مثلا واعتدى على مكانه فدخل فيه ليؤذيه في الأذية، أو يذهب عنه ثم يدخل فيه، يأتيه أحيانا يدخل فيه ويؤذيه وهكذا. فالإنسي حالته مع الجني، يعني مع الجن هي حالة، يعني في الأصل حالة عدة ليست حالة موالاة، هي الأصل أن الإنس والجن ليس متفقين بل هما أعداء، لأن الإنس لأن الجن منهم الشياطين، أنت ما تعلم حالته ولا تعلم فيه، بس بل تعلم أن الجن يجب أن تأمرهم وتنهاهم بس، أما استخدامهم واستفادة منهم إلى آخره هذا الأصل فيه عدم الجواز، ما يفتح الباب. ولما فتح بعض الناس الباب على نفسه ما استطاع غلقه، باب الاستفادة هذا ما استطاع غلقه، ويأخذ الإثم من أفتاه بذلك، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. وذكر ابن بشر
في أول تاريخ نجد، ذكر في أوائل تاريخ نجد أن أهل نجد ما كانوا يعرفون الشرك، الشرك اللي في القبور والتعلق بالأشجار والغيران والأحجار وإلى آخره، وإنما أتاهم أن بعض البادية إذا جاء وقت الصرام، صرام النخيل أو وقت حصاد الحب يعني الزرع وذر الحب إلى آخره، جاوروهم ليأخذوا يشترون منهم أشياء ويبيعون، فصاروا يتطببون يعني البدو يتطببون، يقول حنا نطب ترى عندنا طب، يجيبون لهم هذه المريضة نفسيا ويجيبون لهم كذا، وصاروا يرشدونهم إلى أشياء شركية، قال اذبحوا كذا اعملوا كذا عندكم قبر فلان ادعوا عنده وإلى آخره، حتى تعلق الناس بالقبور فنشأت في القرى هذه الأشياء. يعني فإذا المتطببة اللي تطببون بمثل هالأمور هذه فعلهم خطير، يجب الحقيقة أن يعاقبوا أشد العقوبة.